بهم. على كل حال، الذي يسب الصحابة ولا يبرئ يبرع عائشة مما برأها الله منه لا شك أنه كافر، ولا تؤكل ذبيحته. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن أغلب الصوفية الآن صاروا قبوريين، يعبدون القبور ويبنون المشاهد على القبور ويستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله عز وجل. هذا كفر وشرك. نعم.